بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا هلا ويا غلا بكم جميعا يا دكاترة، وعودا حميدا لنا جميعا بإذن المولى عز وجل. بنستكمل مع بعض يا حبيب قلبي الغالي النيرف فيسيولوجي. بداية يا صديقي العزيز يا حبيب قلبي الغالي، لو حضرتك قاعد دلوقتي حاسس إنك دايخ شوية، قوم اغسل وشك. حاسس انك مش مركز، قوم هات فنجان القهوه الجميل وتعالى احتسي معايا القهوه مع نيرف فيسيولوجي. ليه بقى يا دكتور بتقول لي الكلمتين دول في البدايه كده؟ يعني لان انا عايزك رايق وعايزك صافي الذهن معايا النهارده، لان الحصه بتاعت النهارده هنبدا فيها حاجه اسمها الاكشن بوتنشال، ويعني من ضمن المواضيع اللي الناس بتقول عليها صعبه، لكن باذن المولى عز وجل هنحلق مع بعض سويا في سماء الفسيولوجي. وانا اوعدك بشكل شخصي ان الحصه دي هتكون من امتع واجمل الحصص على قلبك، تمام؟ طيب بدايه يا حبيب قلبي الغالي، انا احب ان انا اعمل معاك زي ريفيجن كده سريعا على الحاجات اللي اخذناها الحصه اللي فاتت من باب واذكر، يعني علشان بس نكون داخلين على الحصه واحنا مكسرين مع بعض الحصه اللي فاتت شويه ومفكرين بعض بالحاجات المهمه اللي فيها والهيد بوينتس الاساسيه اللي انا محتاج ان حضرتك دايما تكون فاكرها. بسم الله ونبدا يا دكاتره. واخدنا مع بعض الحصه اللي فاتت حاجه اسمها ريستنج من برين بوتنشال. كنت بقول لك يا حبيب قلب الغالي ان كلمه بوتنشال معناها كهرباء، وكهرباء الجسم يا ولدي ما هي الا ايونات بتتحرك، وده الفرق اللي بيفرقها عن الكهرباء اللي موجوده عندك في البيت. الكلام ده انا قلته الحصه اللي فاتت بالتفصيل. طيب يعني ايه برضه كلمه ريستنج من برين بوتنشال؟ كنت بقول لك افرض مثلا يا دكتور ان انت جبت فولتميتر، ادي الفولتميتر اهو، ودي عبارة عن خلية أو سيل، أي خلية في جسمك، حتى لو خلية عصبية، حتى يا دكتور لو نيرون، يعني خلية عصبية، حتى يا ولدي لو خلية عصبية أو نيرون. أنا جبت فولتميتر وحطيت يا دكتور إلكترود منه بره، والطرف الآخر من الفولتميتر وصلته جوه يا حبيب قلبي الغالي، هلاقي الفولتميتر ده بيقرأ قراءة تسمى ريستنج ميمبرين بوتنشال، واللي كانت بتساوي ماينس 90 ملي فولت. تمام؟ تمام يا ولدي. أهم سؤال أخدناه الحصة اللي فاتت بقى، وقلت لسيادتك إن ده يعتبر من الأسئلة النظري اللي موجودة آخر السنة بإذن الله. حاجه اسمها ريستنج ميمبرين بوتنشال، ايه الاسباب بتاعته؟ كنت بقول لك ان الريستنج ميمبرين بوتنشال له سببين. اول سبب يا ولدي كان السيلكتيف بيرميابيليتي، الكلام ده قتل بحثا معانا الحصه اللي فاتت. اول سبب كان ايه؟ كان السيلكتيف بيرميابيليتي. تاني سبب كانت حاجه اسمها الصوديوم بوتاسيوم بامب. الحصه اللي فاتت يا ولدي اخذنا السيلكتيف بيرميابيليتي بالتفصيل واخذنا الصوديوم بوتاسيوم بامب بالتفصيل. تعالى بس افكرك بيهم سريعا كده. كنت بقول لك يا ابني يعني ايه السيلكتيف بيرميابيليتي؟ يعني النفاذيه الاختياريه بتاعه الغشاء بتاع الخليه. الغشاء بتاع الخليه، اي خليه في جسمك حتى لو نيرون او خليه عصبيه اللي هنتكلم عليها في الشابتر بتاع النيرف، بيكون عندها سيلكتيف بيرميابيليتي، بتختار يا ولدي مين الايون اللي يعدي ومين ما يعديش، وكذلك مين يعدي اكتر من التاني، فاهمني؟ طيب طب انا كنت بقول لك خلي بالك من حاجه بقى، هل الايونات متوزعه بالتساوي عندك ما بين طرفي الغشاء؟ لا طبعا. لا يا دكتور، ده انا كان عندي ان ايكوال ديستريبيوشن او ظلم في توزيع الايونات. فمثلا كان عندي جوه البوتاسيوم كتير جدا، كنت بقول لك يا ولد ان البوتاسيوم ده كتير قوي جوه، وكنت بقول لك الحصه اللي فاتت سؤال في الام سي كيو، مين يا ابني ذا مين انترا سيلولار كاتايون، مين الايون الموجب الاساسي او الرئيسي اللي موجود جوه اي خليه في جسمك؟ هتقول لي البوتاسيوم، تمام؟ وكذلك يا ولدي العزيز كنت بقول لك ان الصوديوم موجود بره اكتر، وكنت بقول لسيادتك ان ذا مين اكسترا سيلولار كاتايون، يعني الايون الموجب الرئيسي اللي موجود بره الخليه هو الصوديوم. الحاجات دي اساسيات، اوعى تتلخبط فيها، تمام؟ حلو جدا. كنت بقول لك اثناء الريستا واثناء الراحه يا ولدي العزيز عندك بوابات او قنوات. القنوات او التشانلز دي كنت بسميها يا معالي الدكتور ليكج اهو. التشانلز، كلمه ليكج يعني مفتوحه طول الوقت، ان او نون جيتد، مش عليها اي بوابات بتعدي الايونات يا ولدي. عندك بوابات للصوديوم اهي، وعندك بوابات للبوتاسيوم، تمام؟ طيب
الايون هيتحرك حسب ايه؟ حسب التركيز بتاعه. فمثلا يا ولدي العزيز تركيز البوتاسيوم جوه اكتر، فالبوتاسيوم يطلع لبره من التركيز العالي للتركيز القليل. تمام؟ اهو بوتاسيوم عمال يطلع بره. كلام جميل يا دكتور. طب البوتاسيوم ده يحمل اشاره ايه؟ يحمل اشاره موجبه. فالموجب بيزيد بره، ولما الموجب بيزيد بره انت عندك بعض الحاجات اللي جوه سالبه، زي البروتينات بتاعت الخليه مثلا تحمل اشاره سالبه، فلما البوتاسيوم يطلع بره يخلي لك بره موجب، ولما البره يزيد بره يبقى موجب، الموجب خرج من جوه البره، فمين يفضل عندك جوه؟ السالب يفضل عندك جوه، فالسالب يزيد، فبره يصبح موجب وجوه يصبح سالب، يعني بيساعد على الريستنج ميمبرين بوتنشال. صح؟ كلام جميل جدا، لان في حاله الريستنج ميمبرين بوتنشال بره بيكون موجب وجوه بيكون سالب، والكلام ده قتل بحثا معانا في الحصه اللي فاتت. طيب بالنسبه بقى للصوديوم، الصوديوم موجود اكتر فين؟ الصوديوم يا ولد العزيز موجود اكتر بره الخليه. فالصوديوم لو عايز يتحرك هيتحرك ازاي؟ هيتحرك من بره لجوه، يدخل عندك الصوديوم اهو. تمام؟ طيب الصوديوم لما بيدخل بيزود الموجب جوه. طب ما دي مشكله يا دكتور، انا عايز الموجب يفضل بره. هقول لك مش مشكله قوي، لان يا ولد العزيز عدد القنوات بتاعه البوتاسيوم اكتر بكتير جدا من الصوديوم، بالتبعيه الموجب اللي بيطلع بره اكتر بكتير جدا من الموجب اللي بيدخل بتاع الصوديوم. وقلت لسيادتك جمله في غايه الاهميه والجميل الحصه اللي فاتت، ان البوتاسيوم اوت فلو، يعني البوتاسيوم الخارج اكتر من مور هاير او مور ماتش ذان الصوديوم ان فلو. البوتاسيوم اللي خارج اكتر من الصوديوم اللي داخل، يعني الموجب اللي خارج اكتر من الموجب اللي داخل، وذلك يرجع لان عدد القنوات او التشانلز بتاعه البوتاسيوم قدام حضرتك، القنوات الخضراء قدامك اهي، اكتر بكتير جدا من القنوات بتاعه الصوديوم. كنت بقول لك كمان الحصه اللي فاتت كل ده ريفيجن، كل ده مراجعه، ما قلتش ولا كلمه جديده حتى الان. كنت بقول لك ان اثناء الريست او ريستنج ميمبرين بوتنشال، الميمبرين بتاع العصب او بتاع اي خليه في جسمك بيسمح بمرور البوتاسيوم 100 ضعف، 100 ضعف اكثر من الصوديوم يا ولدي، والسبب هو عدد البوابات بتاعه البوتاسيوم اكتر بكتير جدا من عدد البوابات بتاعه الصوديوم، والرسمه قدامك موضحه كل حاجه. تمام؟ ده كان السبب الاولاني يا ولدي العزيز المسؤول عن الريستنج ميمبرين بوتنشال، الا وهو السلكتيف بيرميابيليتي. وخلي بالك من حاجه، ده السبب الاول والاهم. هرجع اقول لك دلوقتي معلومه بقى غايه في الاهميه والجمال يا ابني، هو الريستنج ميمبرين بوتنشال يساوي كام؟ الريستنج ميمبرين بوتنشال يساوي ماينس 90 ملي فولت من الحصه اللي فاتت. انت عارف السلكتيف بيرميابيليتي بتكون كام من الماينس 90؟ تكون عندك ماينس 86 ملي فولت. يا نهار ابيض، ماينس 86 ملي فولت يا دكتور من الماينس 90 بيعملها السلكتيف بيرميابيليتي. اي نعم. طب هنا تفضل عندك كام يعني؟ متبقي عندك ماينس 4 ملي فولت بس. الماينس 4 ملي فولت دول بتعملهم عندك الصوديوم بوتاسيوم بار. مين دي يا ولدي؟ دي يا حبيب قلبي الغالي الصوديوم بوتاسيوم بامب. كانت بتعمل ايه بقى يا ابني؟ كانت بتطلع عندك الصوديوم بره اهو، الصوديوم اللي دخل ده، ما في صوديوم هنا دخل عندك اهو. تمام؟ دخل عندك هنا اهو، دخل من الليكج جيتد تشانلز، ماشي، يروح عندك هنا علشان يطلع بره. طيب ليه محتاج بامب او مضخه؟ لان مهما كانت كميه الصوديوم اللي دخلت عندك جوه الخليه هتفضل برضو الصوديوم عندك بره اكتر، ودي معلومه عايزك تفهمها. دائما وابدا، دائما وابدا، دائما وابدا، دائما وابدا، الصوديوم بره اكتر من جوه. اكتب الكلام ده عندك بالعربي، ما عنديش مشكله. ودائما وابدا، دائما وابدا، دائما وابدا، البوتاسيوم جوه اكتر من بره. نقطه ومن اول السطر. اقسم بالله اللي هيجي فيكم يتلخبط في اي سؤال واحنا بنحل بسبب المعلومه دي همرجحه، هقولها للمره الثالثه دلوقتي. دائما وابدا الصوديوم بره اكتر من جوه، ودائما وابدا البوتاسيوم جوه اكتر من بره. تمام؟ تمام يا دكتور يا محترم. اذا يا حبيب قلبي الغالي المحترم، انا لو عايز اخرج الصوديوم ده بره هيخرج عكس التركيز، لانه دائما وابدا بره اكتر من جوه، فيخرج عن طريق بمب او مضخه.
اهو الصوديوم يا ابني هيطلع بره، هيطلع كام صوديوم؟ الصوديوم بوتاسيوم بومب كانت بتطلع 3 صوديوم. حلو؟ طيب ودائما وابدا البوتاسيوم جوه اكتر من بره. طب انا عايز ادخل 2 بوتاسيوم، هدخلهم ازاي؟ برضه هتحتاج البامب عكس التركيز، لان دائما وابدا البوتاسيوم جوه اكتر من بره، فيدخل عندك 2 بوتاسيوم. انت كده بتخرج 3 شحنات موجبه وبتدخل شحنتين فقط يا ولدي، يعني بتخلي بره موجب اكتر من جوه، يبقى بتساعد على الريستنج ميمبرين بوتنشيال. الصوديوم بوتاسيوم بامب بتساعد عندك على الريستنج ميمبرين بوتنشال بمقدار ماينس 4 مللي. ودي يا ابني الاسباب بتاعت الريستنج ميمبرين بوتنشال اللي قلناها بالتفصيل الممل الحصه اللي فاتت. انا جاست او مجرد عملت لحضرتك كده ريفرش او فكرتك بالكلام اللي احنا قلناه الحصه اللي فاتت، تمام؟ طيب كلام جميل جدا. اذا يا ولدي العزيز، كهرباء الجسم سببها ايه؟ او سبب الكهرباء في جسمك ايه؟ هي حركه الايونات. تعالى دلوقتي بقى يا معالي الدكتور المحترم نتكلم عن موضوع يعني يعتبر من اهم المواضيع، مش بس علينا السنه دي في الفسيولوجي، ولكن يا حبيب قلبي الغالي في الطب بوجه عام، الا وهو الاكشن بوتنشال. انا بستاذن حضرتك ان سيادتك يا معالي الدكتور المحترم تسيب الكتاب اللي في ايدك، تسيب المذكره اللي في ايد حضرتك، وركز بس معايا وما تبصش في اي حاجه تانيه، انت فاهم؟ بعد كده يا عم ابقى بص في المذكره براحتك او بص في الكتاب، هتلاقي الكلام مفهوم. لكن طول ما انا بشرح انا هغير الترتيبه شويه علشان ارتب لك دماغك على طريقتي، انت فاهم؟ انا بحب دايما ان انا اشرح الاكشن بوتنشال بطريقه سبيسيفيك شويه. فانا يا دكتور هبدا معاك بالايونيك بيزيس اوف اكشن بوتنشال. بص معايا، الاكشن بوتنشال ده بكل بساطه يا ابني اللي هو يا ابني التغير في كهربه الاعصاب والخلايا بتاعه جسمك، انت فاهمني؟ وانا متفق معاك ان كهرباء جسمك وكهرباء الخلايا ما هي الا ايونات، فلازم اتكلم معاك اصلا الاول ايه هو الاساس الايوني او الايونيك بيزز للاكشن بوتنشال قبل ما ناخد يا دكتور المراحل بتاعته. وانا احب دايما اعمل كده، وفي النهايه هتلاقي نفس الكلام اللي انا بقوله هو اللي موجود عندك في الكتاب بتاعك وفي المذكره اللي تقرا باذن الله. فانا هبدا من عنوان موجود عندك في الكتاب اسمه الايونيك بيزيس اوف اكشن بوتنشال. نسمي الله يا معالي الدكتور، وعايز افكرك بكذا معلومه. اول حاجه، اللي قدامك دول يا دكتور نفس العصب، يعني ده نفس العصب وده نفس العصب وده نفس العصب، ولكنه يا ولدي في 3 حالات مختلفه. ازاي يا دكتور؟ أول حالة عندك ده العصب يا دكتور في حالة الريست. في حالة إيه؟ في حالة الريست. هو أصلا العصب في حالة الريست بره بيكون إيه؟ بره بيكون موجب وجوه بيكون سالب، ويكون عنده يا دكتور فرق جهد كهربي يسمى ريستنج ميمبرين بوتنشال، وكان يساوي عندنا ماينس 90 ملي فولت. طبعا الكلام ده بالنسبة لك كلام تافه دلوقتي، تمام؟ طب حلو يا دكتور، نفس العصب اللي قدام حضرتك ده، ولكن انا بقى مش هخليه في حاله الريست. امال يا دكتور ناوي تعمل ايه؟ ناوي اجيب ستيمولس كهربي، واحنا اتفقنا ان شغلنا كله هيكون على الستيمولس الكهربي. ادي ستيمولس اهو، هتعمل ايه يا دكتور؟ هنكهرب العصب اللي قدامك ده. عارف يا ابني العصب ده لما بيتكهرب بيدخل في حاله اسمها دي بولاريزيشن. يعني ايه كلمة دي بولاريزيشن؟ يعني انعكاس الاستقطاب. مش فاهم يا دكتور، افكرك. قلت لسيادتك قبل كده ان حالة الريست دي ليها اسم تاني، فاكر ايه هو؟ كان اسمها يا ولدي البولاريزد ستيت. يعني ايه بولاريزد ستيت؟ يعني كل سيرفس استقطب ايون معين، بره استقطب الايون الموجب بزياده وجوه استقطب الايون السالب بزياده، فكنا بنسمي حاله الريست حاله الاستقطاب او البولاريزد ستيت. انا لما ادي ستيمولس انا بعكس وبالغي حاله الاستقطاب. كون ان حضرتك تلغي وتعكس حاله الاستقطاب معناها دي بولاريزيشن. طب لما تتعكس ايه اللي هيحصل يعني يا دكتور؟ قال لك اعكس الاشارات، يلا بره هيبقى سالب وجوه هيصبح موجب، وده معناه يا دكتور ان العصب ده ستيميوليتد، يعني في حاجه اسمها اكشن بوتنشال. دي حاجه اسمها ايه يا دكتور؟ دي بولاريزيشن. طب ثواني بس يا دكتور، طيب هو العصب دائما وابدا هيفضل في حاله اللا استقطاب؟
اللي هي حاله الدي بولاريزيشن؟ لا طبعا يا دكتور، الاستيمولس دوت لما يخلص المفروض ان العصب يرجع تاني للريست او يرجع تاني للبولاريزد ستيت. كون ان العصب بتاعك يرجع تاني لحاله البولاريزد ستيت او حاله الاستقطاب، عارف دي بسميها ايه؟ ركز معايا، بنسميها ري بولاريزيشن. يعني ايه كلمه ري؟ يعني اعاده الاستقطاب، يعني هرجع تاني للشكل اللي قدامك ده، يعني هيكون بره عندك موجب وجوه الغشاء بتاع العصب عندك سالب. يبقى يا دكتور يا محترم، انا هتكلم عن العصب النهارده في 3 حالات. اول حاله في وضع الريست. في وضع الريست يا ولدي بره بيكون موجب وجوه بيكون سالب، والكلام ده قايلينه بالتفصيل، وبيكون في ريستنج ميمبرين بوتنشال يساوي ماينس 90 ملي فولت. وكنت بقول لحضرتك ان الماينس 90 السالب دي ريليتد تو وتدل على الشحنات جوه الخليه، جوه الميمبرين، جوه العصب. يعني معناها يا دكتور ان في شحنات سالبه جوه العصب اكتر من بره بمقدار 90 شحنه سالبه. حلو؟ تمام، دي بسميها حاله الريست او حاله البولاريزد ستيت. هاجي يا دكتور على العصب ده واقوم مديله ستيمولس. لما ادي ستيمولس قال لك بيحصل حاله اسمها دي بولاريزيشن، انعكاس الاستقطاب. لما الاستقطاب حالته تنعكس، اعكس هنا الاشارات دي، يبقى بره يصبح سالب وجوه يصبح موجب. طيب عايز ارجع تاني للنورمال او الطبيعي، عايز ترجع تاني لحاله البولاريزيشن او حاله الريست، هيبقى اسمها ري بولاريزيشن. رجعت تاني للبولاريزد ستيت، لحاله الاستقطاب بره موجب وجوه سالب. طيب ركز معايا عشان ازود شويه معلومات. بص هيبقى البلغاري، في حاله الدي بولاريزيشن الموجب هيزيد جوه. ده معناه ايه؟ ده معناه ان اكيد في ايون معين دخل من بره لجوه. هذا الايون يا دكتور يحمل شحنه موجبه ولا سالبه؟ اكيد يا دكتور يحمل شحنه موجبه. ليه يا دكتور؟ علشان زود الموجب جوه. طيب اسالك سؤال كمان، مين الايون الموجب اللي موجود بره العصب وبره الخلايا كتير؟ كنت بقول لك عليه ذا مين اكسترا سيلولار كاتايون، الايون الموجب الاساسي اللي موجود بره الخلايا وبره العصب يا معالي الدكتور هو الصوديوم. يالا اوبا، اذا يا دكتور انت عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك ان الدي بولاريزيشن يعني بالنسبه لي دخول صوديوم. اول لما اقول لحضرتك دي بولاريزيشن هتقول لي ايه؟ يساوي دخول صوديوم. ليه يا دكتور؟ لان في حاله الدي بولاريزيشن الموجب بيزيد جوه، يبقى عايز ادخل ايون موجب من بره لجوه. مين الايون الموجب اللي موجود بره كتير؟ هو الصوديوم. الكلام ده مقتول بحثا معانا من الحصص اللي فاتت. طب حلو جدا يا دكتور يا محترم، هتكلم معاك دلوقتي عن حاله الري بولاريزيشن. في حاله الري بولاريزيشن يا دكتور عايز ازود الموجب بره تاني، طب دي هعملها ازاي؟ بص معايا. طيب انا كان دخل عندي صوديوم كتير، ينفع ارجع نفس الصوديوم؟ قال لك ما ينفعش. ما ينفعش ليه يا دكتور؟ كنت قايل لك معلومه من شويه وقلت لو نسيتها همرجعك، هكررها تاني للمره الرابعه دلوقتي. مهما كانت كميه الصوديوم اللي دخلت عند حضرتك اثناء الدي بولاريزيشن، برضه يا دكتور يفضل الصوديوم بره اكتر. عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك ان الصوديوم ده اللي دخل جوه الخليه كتير قدام حضرتك اهو ما يعرفش يرجع تاني، لانه يا دكتور برضه هيكون موجود بره اكتر من جوه. مهما دخل يظل الصوديوم بره اكتر من جوه. طب هيرجع ازاي عكس التركيز؟ ما يعرفش يرجع عكس التركيز. اذا انا عايز اعمل ريبولاريزيشن بسرعه. طيب شوف لي كده جوه الخليه اي ايون موجب نخرجه. مين يا دكتور الايون الموجب اللي موجود جوه الخليه بزياده؟ هو البوتاسيوم، هو الايون الموجب الرئيسي والاساسي اللي موجود جوه الخليه. خروج البوتاسيوم يا ولدي اثناء الريبولاريزيشن يزود لك الموجب بره، يخلي بره موجب وجوه سالب، يعني يعمل ريبولاريزيشن اعاده للاستقطاب. تمام؟ يبقى العصب معايا في 3 مراحل. ريست بيكون بره موجب وجوه سالب. طيب دي بولاريزيشن اعكس، الموجب بيدخل جوه يخلي جوه موجب وبره يفضل سالب. طيب مين اللي بيدخل جوه يخلي جوه موجب؟ هو الصوديوم، لان الصوديوم موجود اكتر بره. حلو؟
طب اثناء الريبولاريزيشن عايز اخرج الموجب، طب هخرج الموجب ازاي يا دكتور؟ ينفع اخرج الصوديوم؟ ما ينفعش. ليه؟ مهما كانت كميه الصوديوم اللي دخلت اثناء الديبولاريزيشن برضه يفضل بره اكتر، فما يعرفش يرجع عكس التركيز. طيب شوف لي يا دكتور، ايون موجود جوه كتير، تركيز جوه كتير، يكون ايون موجب يخرج، هو البوتاسيوم زمين انتراسيلولار كاتايون. ومن هنا يا ولدي لما اجي اقول لسيادتك الريبولاريزيشن هتقول لي يساوي ايه؟ يساوي خروج بوتاسيوم. المعلومات اللي انا قلتها في الحته اللي فوق دي قاتله ومميته، دي اساس فهم الاكشن بوتنشال. يبقى دي بولاريزيشن تقول لي دخول الصوديوم، طب ري بولاريزيشن خروج البوتاسيوم. حلو، طيب كلام جميل. اذا يا دكتور لو انت بس فكرت شويه قد كده هتكتشف ان انا عايز الصوديوم ده يدخل جوه، لازم قنوات يدخل فيها الصوديوم، وكذلك عايز البوتاسيوم ده يخرج بره، لازم قنوات برضه يخرج منها البوتاسيوم. قال لك النهارده بقى هنتكلم على نوع جديد من القنوات، اول مره حضرتك تاخده. القنوات دي يا ولدي ما بتفتحش الا بالاستيمولس الكهربي اهو. ايه الفرق يا دكتور ما بينها وما بين القنوات اللي اخذناها في بدايه الحصه واللي اخذناها الحصه اللي فاتت اللي كان اسمها الليكج جيتد؟ يا ابني الليكج جيتد دي اصلا الليكج نون جيتد، اي ام سوري، ليكج نون جيتد مش عليها بوابات اصلا، مفتوحه طول الوقت. لكن البوابات اللي هتكلم عنها دلوقتي مقفوله يا دكتور بجيت، البوابات قفل القنوات اللي قدامك دي. يبقى انا هتكلم على انواع جديده من التشانلز او القنوات. هذه القنوات يا دكتوري العزيز مقفوله عندك ببوابات بسميها جيت. اول التشانل هتكلم عنها اسمها يا ولدي، ركز معايا في الاسم عشان مهم، فولتج جيتد. تمام، يعني ايه كلمه فولتج جيتد؟ يعني بتفتح بالكهرباء اللي هو الاستيمرس الكهربي. فولتج جيتد صوديوم تشانلز، ركز معايا بقى في الاسم. لما اقول لحضرتك فولتج جيتد هتقول لي يا دكتور يعني بتفتح بالكهرباء، صوديوم يعني بتدخل صوديوم، تشانل يعني قناه. حلو، يبقى اول قناه عندك اسمها فولتج جيتد صوديوم تشانل. مالها يا دكتور الفولتج جيتد صوديوم تشانل؟ قال لك البوابه اللي قدام حضرتك دي موجوده في السيل ميمبرين عباره عن تشانل او قناه. التشانل او القناه دي يا دكتور عندها بوابتين. يلا، مش التشانل او القناه دي موجوده في السيل ميمبرين بالطول كده؟ اه، قال لك عليها بوابه بره وبوابه جوه. سهله جدا، البوابه اللي موجوده عندك بره اقدر اقول عليها ايه؟ البوابه اللي بره ممكن اقول عليها الاوتر جيت، كلمه جيت معناها بوابه. طيب عندك كمان بوابه موجوده جوه، اذا البوابه اللي جوه ممكن اقول عليها الانر جيت. الكلام ده بسيط جدا، يبقى عندك قناه او تشانل عليها بوابتين، بوابه بره هقول عليها الاوتر جيت، وبوابه جوه هقول عليها الانر جيت. حلو، تمام يا دكتور. بص بقى معايا، اثناء الريست، بص العظمه اللي جايه دي، اثناء وضع الريست يا ولدي بيكون شكل الفولتج جيت صوديوم تشانل زي الشكل اللي انا رسمه قدامك ده، اللي هو رقم واحد قدامك ده. بيكون ايه اللي موجود فيه؟ بيكون القناه اللي بره مقفوله، اللي هو يا دكتور الاوتر جيت البوابه اللي بره مقفوله، والانر جيت جوه مفتوح، والشكل قدامك اهو. طب ثواني بس يا دكتور، ده امتى؟ ده اثناء الريست. طب الصوديوم مش عارف يدخل؟ لا طبعا ما عرفش يدخل، ما الاوتر جيت اللي بره مقفول خلاص. طب واللي جوه دي بتكون مفتوحه؟ ما مش فارقه معاك، يلا ما من الباب من بره مقفول، عامله زي الطرقه اللي عليها بابين، باب في الاول وباب في الاخر. انا بقول لك لو في الباب اللي بره مقفول حد يعرف يدخل؟ لا، يبقى يا دكتور الصوديوم ما عرفش يدخل اثناء مين؟ ده اثناء الريست. طيب فرضا يا دكتور يا محترم، انا لو جبت هنا ستيميولس كهربي اهو على نفس القناه، قمت يا دكتور عامل عليها ستيميولس كهربي كهربتها، هي اسمها ايه؟ فولتج جيتد، يعني بتفتح بالكهرباء. هذا الاستيميولس الكهربي يقوم فاتح عندك الاوتر جيت، ولما تفتح عندك الاوتر جيت مين اللي يدخل؟ يدخل عندك الصوديوم. تمام؟ طب ثواني بس،
الاوتر جيت لما فتحت عملت ايه؟ عملت اكتيفيشن وتنشيط للتشانل او للقناه فدخلت الصوديوم. ومن هنا يا ولدي نقدر نقول ان الاوتر جيت ليها اسم تاني اقول عليها اكتيفيشن جيت. يعني ايه اكتيفيشن جيت؟ دي الجيت او البوابه اللي لما تفتح بيدخل عندك الصوديوم. ثواني بس، ودخول الصوديوم يعمل ايه؟ يزود عندك الموجب جوه، ولما الموجب يزيد جوه يا ولدي يفضل بره سالب، بره سالب وجوه موجب. دي حالة اسمها ايه يا دكتوري العزيز؟ دي حالة اسمها دي بولاريزيشن، لسه واخدها قدام حضرتك فوق. تمام؟ تمام. يبقى دخول الصوديوم يساوي دي بولاريزيشن اهو. طب امتى يدخل عندك الصوديوم؟ لو الاوتر جيت او الاكتيفيشن جيت، القناه اللي لما بتفتح ايه اللي بيحصل يا ولدي العزيز؟ بيدخل عندك الصوديوم، دخول الصوديوم يساوي دي بولاريزيشن. طب ليه الصوديوم دخل؟ لان الاوتر جيت او الاكتيفيشن جيت فتحت. طب ليه فتحت؟ لان في ستيمولس كهربي كهربها، وهي اسمها فولتج جيتد، يعني بتفتح بالكهرباء تدخل عندك الصوديوم. طب حلو، الاستيمولس ده لما بيخلص عندك المفروض ايه اللي يحصل؟ المفروض القناه يا دكتور تقفل. الاستيمولس ده لما يخلص عندك المفروض القناه تقفل. عارف ايه لك؟ القناه دلوقتي مفتوحه اهو، مفتوح الاوتر جيت مفتوحه والانر جيت مفتوحه. القناه دي يلا لما بتقفل ما بتقفلش من بره، بتقفل من جوه. تاني، الفولتج جيت صوديوم تشانل لما بتقفل بتقفل من جوه. طب هي لو قفلت من جوه، ما انت عندك طرقه فيها بابين، اي باب منهم بيقفل يبقى القناه قفلت. فاهم قصدي؟ يبقى القناه دي بتفتح من بره وبتقفل من جوه. ازاي يا دكتور؟ اهو لو جه ستيمولس كهربي، بص معايا، لو جه ستيمولس كهربي يقوم فاتح، تمام، ويدخل مين؟ الصوديوم. طب الصوديوم لو دخل وخلاص الاستيمولس خلص، تقوم قافله من جوه تاني. ايديا اهي، ده كده في وضع الريست. وضع الريست يا دكتور بره بيكون مقفول وجوه مفتوح. يعني في وضع الريست الاوتر جيت مقفوله والانر جيت مفتوحه. لو جه ستيمولس كهربي عندك يقوم فاتح الاوتر جيت، فمين يدخل؟ يدخل عندك الصوديوم. الاستيمولس خلص، مين يقفل؟ الانر جيت بتقفل تمنع دخول الصوديوم. تمام؟ وبالتبعيه يا ولدي العزيز ممكن نسمي الانر جيت اللي قدام حضرتك ده اسم. عارف ايه هو؟ ممكن اقول عليها الان اكتيفيشن جيت. يعني ايه ان اكتيفيشن جيت؟ دي الجيت او البوابه اللي يا دكتور لما بتقفل بتعمل ان اكتيفيشن للتشانل. بص معايا، الانر اولها اي ان، هي الان اكتيفيشن جيت اللي اولها اي ان. ده انت لو عايز بقى ايه ما تنساهاش. يعني كلام جميل جدا. ده كده بالنسبه لمين؟ ده كده يا دكتور بالنسبه للفولتج جيتد صوديوم تشانل. تعالى اقول لك الملخص بتاعها تاني. هقول لك يا دكتور يا محترم، اثناء الريستنج ميمبرين بوتنشال، يعني في وضع الريست اول حاله اهو، الاكتيفيشن جيت اللي بره بتكون مقفوله اللي هي الاوتر جيت. طب الانر اللي هي الان اكتيفيشن جيت بتكون مفتوحه اوبن، وبالتبعيه القناه ككل بتكون مقفوله كلوزد اهو. تمام؟ كلام جميل جدا. طيب يا دكتور لو جه عندك ستيمرس رقم اتنين بقى يفتح الاوتر جيت، فمين يدخل؟ يدخل عندك الصوديوم. طب الصوديوم لما بيدخل يا دكتور يعني القناه اكتيفيتد، دخول الصوديوم يعني دي بولاريزيشن. طب حلو جدا يا دكتور يا محترم. طب انا لو عايز اقفل القناه، خلاص الاستيمولس انتهى، بتقفل من بره؟ قال لك لا، بتقوم قافله من جوه بالانر جيت او بسميها ان اكتيفيشن جيت، وبكده يا ولدي القناه بتكون ان اكتيفيتد تشانل. حلو. طب كلام جميل جدا يا دكتور يا محترم، ركز بقى معايا. بعد كده هتكلم معاك عن القناه الثانيه اللي هنتكلم عليها النهارده. احنا كده خلصنا مين؟ خلصنا الفولتج جيت صوديوم تشانل، مسؤول عن مين؟ عن عملية الدي بولاريزيشن. طب ثواني، أنا كده خلصت الدي بولاريزيشن؟ أه خلصته. عايز أتكلم معاك دلوقتي بقى عن قناة تانية موجودة عندنا اسمها فولتج أهو جيتد، ركز يا ابني، دي بوتاسيوم اتشانلز. طيب من اسمها يا ولدي فولتج جيتد، يعني بتعمل إيه؟ بتفتح بالكهرباء، بوتاسيوم بتخرج عندك البوتاسيوم.
ايه الفرق ما بين الفولتج جيتد صوديوم تشانل والفولتج جيتد بوتاسيوم تشانل؟ بيقول لي سيادتك ان الفولتج جيتد بوتاسيوم تشانل عندها بوابه واحده فقط موجوده عندك في الانر سايد اوف ذا ميمبرين، بسميها ايه يا معالي الدكتور المحترم؟ عندها اونلي وان جيت، عندها بوابة واحدة فقط زي الجرافيك اللي قدامك ده. البوابة دي موجودة فين؟ موجودة عندك يا دكتور على الانر سايد اوف ذا ميمبرين، في الميمبرين من جوه يا ولدي. تمام، كلام جميل جدا. لما البوابة دي بتفتح مين بيخرج عندك؟ بيخرج عندك البوتاسيوم. تمام، وخروج البوتاسيوم يؤدي الى حاله اسمها ايه؟ خروج البوتاسيوم فوق بالظبط اهو كان يعني عندك ري بولاريزيشن، يعني بقى استعيد حاله الاستقطاب مره اخرى. بس كده، هي دي المعلومات يا ولدي اللي انا عايز اقولها عن الفولتج جيتد بوتاسيوم تشانل، ان هي عندها بوابه واحده فقط موجوده في الانر سايد اوف ذا ميمبرين. لما البوابه دي بتفتح مين بيخرج؟ البوتاسيوم، لان البوتاسيوم جوه كتير. ذا مين انتراسيلولار كاتايون، لما بيخرج عندك البوتاسيوم خروج البوتاسيوم فوق بالظبط اهو، كنت بقول لك خروج البوتاسيوم يساوي ريبولاريزيشن، باستعيد حاله الاستقطاب مره اخرى. السؤال الاخير في السلايد دي، طيب اثناء الريست يا دكتور، اثناء الريست يا ولدي العزيز، الممبرين بيكون في حاله البولاريزد ستيت، وحاله البولاريزد ستيت يا ولدي بيكون الفولتج جيتد صوديوم تشانل مقفوله، وكذلك الفولتج جيتد بوتاسيوم تشانلز مقفوله. الاثنين بيكونوا مقفولين اثناء الريست. انت فاهم الفكره؟ يا ابني الفولتج جيتد صوديوم تشانل والفولتج جيتد بوتاسيوم تشانلز ما بيفتحوش خالص اثناء الريست، بيفتحوا امتى؟ لما يكون في ستيمولس كهربي بيؤثر عليهم، عشان كده تم تسميتهم فولتج جيتد، يعني بيفتحوا بالكهرباء، الجيت او البوابه بتاعتهم بتفتح بالكهرباء يا ولدي. طيب السؤال الاخير، اسالك سؤال واستحلفك بالله تركز معايا. بالنسبه للفولتج جيتد صوديوم تشانل ليها كام بوابه؟ بوابتين، بوابه بره وبوابه جوه. بص في العظمه اللي هتحصل دي، وهضطر اسفا ان انا اكبر لك صورتي عشان تشوفني كويس، مش شكلي، تشوف ايدي يعني. تمام، بص يا حبيب قلبي الغالي، هتكلم عن الفولتج جيتد صوديوم تشانل ليها كام بوابه؟ بوابتين، بوابه بره وبوابه جوه. بص يلا، لو عندك ستيمولس كهربي كهرب الممبرين ده، فالاوتر جيت او الاكتيفيشن جيت بتفتح. طب لما بتقفل بتقفل من جوه بسرعه كده، ايه ده؟ بص بص بص، تك اهو، بص بص هعملها لك سلو موشن. الاوتر جيت بتفتح والانر جيت بتقفل، في الفتره اللي في النص دي بيلحق الصوديوم يدخل. إذن البوابة دي يا ولدي بوابة سريعة ولا بطيئة؟ ده ربنا خلق يا معالي الدكتور بوابتين للفولتج جيتد صوديوم تشانلز علشان يخلي التشانلز دي رابيد تشانلز، يخليها سريعة، واحدة بتفتح وبسرعة يا دكتور يدخل الصوديوم وتقوم يقفل عليه. مين اللي يقفل عليه؟ الانر جيت. اذا يا ولد العزيز، الفولتج جيتد صوديوم تشانلز ربنا ما خلق لهاش بوابتين عبثا ولا هباء، ربنا خلق كل حاجه للسبب وبقدر، ربنا خلق لها بوابتين علشان تكون رابيد تشانل، تكون عندك يا دكتور يا محترم يا موقر، تكون عندك قناه سريعه. تمام تمام يا دكتور. طيب بالنسبه بقى للفولتج جيتد بوتاسيوم تشانل، ليها بوابة واحدة بس موجودة جوه، بتقوم فاتحة وحلها يا لما تقفل، بتفتح ببطء وبتقفل ببطء، بتفتح ببطء وبتقفل ببطء. إذا المعلومة الأخيرة اللي هقولها عن الفولتج جيتد بوتاسيوم تشانل أنها سلو تشانل، يعني بتفتح ببطء وبتقفل ببطء. آدي يا عم السلايد الأولى الخاصة بالأكشن بوتنشال. بالله عليك، في حاجة صعبة في الكلام اللي قدامك؟ والله يا ابني الكلام ده سهل جدا، بس ترتب دماغك معايا، وأتمنى يكون حد كده محترم ابن ناس، راجل بيراعي ربنا أو بنت بتراعي ربنا في أهلها وفي مجهودها، ترسم الكلام ده وتبعتهولي وأشوف الرسومات بتاعت الناس. ارسم ورايا إن الأكشن بوتنشال ده، اسأل أي زميل ليك في أي كلية في الدفعات الأكبر منك هيقول لك يا لهوي الأكشن بوتنشال عمري ما فهمته، مع انه يا ابني اقسم بالله هو تقيل، اي نعم، بس لما تفهمه معايا بالطريقه دي عمرك ما تتلخبط فيه. تمام، ده كده يا ابني اول سلايد عندنا في الاكشن بوتنشال، ركز معايا عشان ما زلنا مكملين.
انا دلوقتي بقى يا دكتور ما زلنا مستمرين في الاكشن بوتنشال، لكن دلوقتي يا حبيب قلبي الغالي هنبدا نتكلم بقى عن الكيرف بتاع الاكشن بوتنشال اللي عامل ازمه نفسيه وعصبيه لخلق الله كلهم. وانا يا ابني هفهمهولك، وبعد ما اخلصه هستحلفك بالله تحكم تشوف هو صعب ولا سهل. انت فاهم؟ بص يا دكتور، اصلا في البدايه ماذا يعني اكشن بوتنشال؟ بص يلا، اكشن بوتنشال كلمه بوتنشال معناها كهرباء، انت عارف كده صح؟ طب اكشن معناها تغير، او في اكشن حصل، يعني في تغير حصل في الكهرباء. انهي كهرباء؟ كهرباء الممبرين بتاع العصب. يبقى لما اجي اقول لسيادتك ماذا نعني بالاكشن بوتنشال، هتقول لي يا دكتور هو رابيد تشينجز، تغيرات سريعه بتحصل في الممبرين او الكهرباء بتاعه الممبرين بتاعه العصب. طب الكهرباء دي هيحصل فيها تغير ليه؟ اكيد يا معالي الدكتور، امتى هتعمل استيميرس كهربي مفاجئ؟ اهو يبقى اللي بيحصل كالاتي، ادي النيرف او العصب قدام حضرتك اهو، جيت حضرتك عليه باستيميرس كهربي تمام، وقمت مكهرب العصب. الكهرباء اللي حضرتك هتعملها دي هتؤدي الى سيريس، يعني سلسله من الرابيد تشينجز، من التغيرات السريعه اللي هتحصل عند حضرتك في الكهرباء بتاعه الممبرين بتاع مين؟ بتاع العصب. الاستيميرس ده يا دكتور علشان يعمل الاكشن بوتنشال اللي هو التغير في كهرباء العصب، لازم هذا الاستيميرس يكون اديكوت استيميرس، يعني استيميرس قوي وكافي. طيب وهقول لك كمان شويه ماذا نعني بكلمه اديكوت ستيمرس، يعني يكون يا دكتور وصلنا بيه للثريشولد اللي هو على الاقل ريوبيز من الحصه اللي فاتت، والكلام ده هنعيده كمان شويه تاني. طيب بص يا دكتور، عايز اقول لك حاجه، هو الاكشن بوتنشال ده هو ده الشكل بتاعه يا دكتور الكيرف اللي قدامي ده؟ ايوه يا ولدي، هو الكيرف اللي قدامنا ده هو ده الاكشن بوتنشال. طب بيترسم ازاي؟ او انتوا كدكاتره رسمتوه ازاي؟ اقول لك والله يا ابني احنا ما بنرسمش حاجه، احنا بس عندنا جهاز، الجهاز ده اسمه كاثود راي اوسيلوسكوب، او اسمه يا دكتور ديجيتال سكرين، يعني سكرين ديجيتال كده بنحطها بنوصلها بالعصب من بره ومن جوه، اسمها ايه؟ كاثود راي، اسمها كاثود اهو راي. الكاثود راي او الديجيتال سكرين اللي قدام حضرتك دي بنوصلها التو مايكرو الكترودز بتوعها، بنحط واحد على الاوتر ميمبرين والتاني جوه العصب في الانر ميمبرين يا معالي الدكتور المحترم. ولما نيجي احنا نكهرب العصب بالشكل اللي قدامك ده بأديكوت ستيمرس، الكاثود راي او الديجيتال سكرين دي هي بقى بتسجل التغير في الكهرباء على هيئة كيرف او منحنى، فيظهر بالشكل اللي قدامك ده. فهمت الفكرة؟ طب حلو يا دكتور، انا بقى عايزك تركز معايا وتديني عقلك شوية، ولو بتشرب شاي يعني اشرب الشاي بتاعك، ولو بتحتسي القهوة احتسي القهوة بتاعتك، وركز معايا كده واديني عقلك، وهيا بنا نحلق يا تنانين الفسيولوجي المحلقة في سماء الطب. بص يلا، رقم واحد، انت اديت اديكوت ستيمرس، يعني ستيمرس او مؤثر كهربي كافي، كافي ان هو يعمل تغير في كهرباء العصب فيما يعرف باكشن بوتنشال. تمام تمام يا دكتور، بص معايا، اول حاجه بيقول لك احنا لما كهربنا العصب خلاص الكهرب، لقينا يا دكتور في فتره زمنيه كده الجهاز اللي اسمه كاثود راي ما بيرسمش حاجه. طب ليه؟ قال لك الفتره دي بنسميها ليتنت بيريود. قول تاني كده يا دكتور، الفتره دي بسميها ليتنت اهو بيريود. يعني ايه يا ولدي العزيز ليتنت بيريود؟ يعني يالا فترة تأخير. تأخير ما بين مين ومين يا دكتور؟ ما بين ان حضرتك عملت الاستيميروس ابلكيشن اوف ذا ستيميروس، وما بين بداية التسجيل بتاعة الكاثود ري الجهاز بتاع حضرتك. يبقى الليتنت بيريود ما هي الا انترفال، هي الفترة يا دكتور، ما هي بيريود دي معناها مدة زمنية، بتوين ما بين يا ولدي الابليكيشن اوف الاستيميروس، ما بين تطبيق الاستيميروس وما بين بداية او الستارت اوف مين اوف الاكشن بوتنشال، ما بين بداية تسجيل الكاثود راي للاكشن بوتنشال على الشاشة اللي قدامك. تمام، الفترة دي بنسميها الليتنت بيت. طيب كلام جميل جدا يا دكتور، طب ركز معايا،
انت بتقول لي الليتنت بيريود دي ليه؟ انا كدكتور هستفيد منها ايه؟ قال لك في استفاده عظيمه جدا ممكن نستفيدها يا ولدي العزيز من الليتنت بيريود. ايه هي الاستفاده دي يا دكتور؟ قال لك ممكن احسب بيها يا ولدي سرعه توصيل العصب للكهرباء. قول تاني يا دكتور، احسب بيها سرعه توصيل العصب للكهرباء. تعال نمسح الكلام اللي قلناه ده، وعايزك تقول لي دلوقتي يا دكتور ازاي ممكن نستخدم الليتنت بيريود في حساب سرعه توصيل العصب اللي قدامي ده الكهرباء. بص معايا، الاول هسألك سؤال من الفيزياء بتاعت ثانوية عامة، تقدر تقول لي السرعة تساوي ايه؟ بالعربي خالص اهو، السرعة تساوي ايه؟ لا، السرعة تساوي المسافة على زمن، صح؟ صح يا دكتور. طب كلام جميل جدا، تقدر تحسب لي المسافة؟ مسافة مين يا ولدي؟ مسافة الليتنت بيريود. اه يا دكتور، المسافة بتاعت الليتنت بيريود من اول تطبيق الاستيميروس، يعني من اول هنا كده مستمرة معانا لحد بداية التسجيل بتاع الكاثود ري، يبقى هي دي المسافة. أقدر أقيس المسافة دي يا دكتور على العصب. ولنفرض مثلا يا حبيب قلبي الغالي إن المسافة اللي قدام حضرتك دي يا عمي 4 سنتيمتر، أهو أدي دي 4 سنتي. طيب كلام جميل. طب الزمن اللي هي الليتنت بيريود، الليتنت بيريود ممكن تقيسها انت بالساعه. فلنفرض مثلا يا دكتور ان الليتنت بيريود يا عم 2 مللي سكند، تقدر تحسب لي سرعه توصيل النيرف او العصب اللي قدامك ده للكهرباء؟ اي نعم اقدر يا دكتور. هتقول لي ان الفيلوسيتي اللي هي سرعه توصيل العصب ده للكهرباء تساوي عندي المسافه اللي هي من اول تطبيق الاستيمولس لحد بدايه الكاثود ري اللي بيسجل الكهرباء، تمام؟ المسافه دي كام؟ قلت لسيادتك هي 4 سنتي مثلا، ده مثال، تمام؟ طيب في زمن قد ايه؟ انت بقى بتقيس الزمن ده على الواتش بتاعك، تمام؟ لقينا ان الزمن ده يا ولدي 2 مللي سكند، يبقى الفيلوسيتي كام؟ 2 على الاربعه يا ولدي العزيز. هتقول لي يعني يا دكتور سرعه توصيل العصب ده للكهرباء هي 4 سنتيمتر لكل 2 مللي سكند. لو عايز تحولها بالمتر يا ولدي وتحولها بالثانيه، هتقول لي يا دكتور 20 متر في الثانيه. 20 متر ايه؟ 20 متر في الثانية. انت كده يا ولدي قدرت تحسب سرعة توصيل النيرف او العصب اللي قدامك ده للكهرباء باستخدام حاجة اسمها الليتنت بيريود، اللي هي الفترة او الانترفال ما بين الابليكيشن اوف ذا ستيمرس، تطبيق الاستيمرس، وبداية تسجيل وظهور الاكشن بوتنشال على الشاشة اللي قدامك. تمام؟ بستفيد ايه؟ عندك مسافة تقدر تقيسها، وعندك زمن اللي هو الليتنت بيريود تحسب بيه سرعة توصيل هذا العصب للكهرباء فيما يعرف يا ولدي العزيز الغالي باسم، هه رد انت بقى يلا، الفيلوسيتي اوف كوندكشن، سرعة توصيل، او السبيد اوف كوندكشن، سرعة توصيل العصب للكهرباء بفضل مين؟ الليتنت بيريود. خلصنا من الليتنت بيريود؟ خلصنا يا دكتور من الليتنت بيريود. طيب جاست او مجرد ان الليتنت بيريود انتهت وخلصت، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل يا معالي الدكتور المحترم ان العصب اللي قدامك ده بيبدا بقى الجهاز اللي اسمه الكاثود ري اللي محطوط عليه من بره ومن جوه يبدا يسجل عندك الاكشن بوتنشال، تمام؟ حلو. تعالى بقى نشوف التسجيل ده بيحصل ازاي على الكيرف. الكيرف الصغير ده انا كبرته هنا عشان اقول لك ايه اللي بيحصل بالتفصيل. انا يا عم عندي ماينس 90 هنا، حد يقدر يقول لي الماينس 90 دي اقصد بيها ايه؟ انا يالا هنا في وضع الريست او وضع الراحه، لسه ما عملتش حاجه، لسه ما عملتش ستيمولس على العصب اصلا. فالماينس 90 ملي فولت اللي قدام حضرتك دي يا ولدي العزيز تساوي حاجه اسمها ريستنج ميمبرين بوتنشال. الريستنج ميمبرين بوتنشال كان يساوي ماينس 90 ملي فولت، تمام؟ تمام يا دكتور. انا جيت يا ابني على العصب وهو في وضع الراحه في الريستنج ميمبرين بوتنشال، وقمت مكهربه بأديكوت ستيمولس بالشكل اللي قدامك ده. فالعصب يا دكتور خد شويه وقت، ما هو الافق اللي تحت ده يمثل التايم او الوقت، خد شويه وقت وبعد كده بدأ يرسم الكيرف. شويه الوقت دول تقدر تقول لي يمثلوا مين؟ يمثلوا الليتنت بيريود، الفتره ما بين تطبيق الاستيمولس ابلكيشن اوف ذا ستيمولس وبدايه الاكشن بوتنشال. يبقى الفتره دي اسمها ايه يا ولدي؟ الفتره دي اسمها الليتنت اهو بيريود، تمام؟ تمام يا دكتور، كلام سهل وبسيط. طيب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ قال لك هو الاستيمولس ده كان يؤدي الى ايه؟ اوه افتكر بقى من الايونيك بيزس، الاستيمولس ده يا ولدي كان يؤدي الى فتح قنوات.
اسمها الفولتج جيتد صوديوم تشانلز. تعالى يلا افكرك بالفولتج جيتد صوديوم تشانلز اللي قتلتها بحثا من شويه. كنت بقول لك ان الفولتج جيتد صوديوم تشانل هي قنوات سريعه لها بوابتين يا ولدي، بوابه موجوده في الاوتر سيرفيس اسمها الاوتر جيت، او كنت بقول عليها الاكتيفيشن جيت، وبوابه موجوده من جوه اسمها الانر جيت او الان اكتيفيشن جيت. انا عندي دلوقتي ستيمولس كهربي كهرب الممبرين بتاع العصب، فمين اللي يفتح عندك يا ولدي؟ تفتح عندك الاكتيفيشن جيت او الاوتر جيت، ويدخل عندك الصوديوم. الصوديوم لما يدخل يزود الموجب جوه. طيب بالله عليك عندي سؤال قتلته بحثا معاك الحصه اللي فاتت وهساله لك تاني دلوقتي، اي اشاره عندي في النيرف، اي اشاره تدل على انهي سايد اوف ذا ميمبرين؟ اي اشاره عندي في تشابتر النيرف تدل على الانر سايد اوف ذا ميمبرين. فلما اجي اقول لك ان الميمبرين بوتنشال كهربائي الميمبرين اثناء الريست تساوي ماينس 90، يبقى جوه في 90 شحنه سالبه اكتر. طب حلو جدا، بص بقى معايا يا دكتور يا محترم، لما تدي ستيمولس مين بيدخل جوه؟ لما تدي ستيمولس بيدخل جوه صوديوم، لان القنوات اللي فتحت قدام حضرتك دي اسمها ايه؟ القنوات دي يا ولدي اسمها فولتج، اهو فولتج جيتد صوديوم تشانلز، صح؟ الفولتج جيتد صوديوم تشانلز لما بتفتح مين بيدخل؟ يدخل عندك الصوديوم. ودخول الصوديوم اهو، دخول الصوديوم كان يعني عند حضرتك ايه؟ كان يعني عندك يا ولدي دي بولاريزيشن. يبقى الكيرف اللي طالع قدام حضرتك ده يمثل مين؟ يمثل الدي بولاريزيشن. تمام؟ تمام يا دكتور. طيب ليه حصل دي بولاريزيشن؟ علشان قنوات الصوديوم فتحت دخلت الصوديوم. طب ثواني بس، اي اشاره سواء سالب او موجب تدل على الانر سايد اوف ذا ميمبرين. وانت طالع لفوق يا ولدي لو تلاحظ كده السالبيه بتقل، عارف ليه السالبيه بتقل؟ لان الصوديوم موجب، الموجب عمال يزيد جوه، فبدل ما كان سالب 90 يطلع لفوق، سالب 65 يطلع لفوق، صفر، بعد كده الموجب جوه عمال يزيد. ايه ده يا دكتور؟ ما هو يلا في اخر الديبولاريزيشن الموجب بيزيد خالص جوه، والموجب لو زاد قوي 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 جوه يعمل عندك حاجه اسمها ريفيرزال اوف بولاريتي، انعكاس البولاريتي. هقول لك بالتفصيل كمان شويه بس ركز معايا. يبقى لما نيجي نتكلم يا ولدي عن الديبولاريزيشن هتقول لي والله يا دكتور الديبولاريزيشن بسبب تطبيق الاستيمولس اللي قدام حضرتك تحت ده. اهو هذا الاستيمولس يؤدي الى فتح قنوات اسمها فولتج جيتد كالسيوم تشانلز. القنوات دي كان لها بوابتين يا ولدي، البوابه اللي بره فتحت اهي، الاكتيفيشن جيت فتحت فدخل عندك الصوديوم، الصوديوم يفضل يدخل عندك يعمل لك دي بولاريزيشن. هقول لسيادتك كمان شويه بقى ان الدي بولاريزيشن اللي هو الكيرف اللي طالع ده ينقسم يا دكتور يا محترم الى تو فيزز، يعني الى مرحلتين. في الاول بيكون دي بولاريزيشن بطيء فبقول عليه سلو دي بولاريزيشن، ده في الاول. عارف ليه؟ لان يا ولد العزيز لما تدي الاستيمرس، الاستيمرس ده بيبدا ان هو يفتح شويه القنوات بتاعه الصوديوم اللي موجوده. عدد القنوات اللي بيفتح ما بيكونش كبير، انهي قنوات؟ الفولتج جيتد صوديوم تشانلز. فبيفضل يفتح عندك قنوات عادي جدا لحد لما تطلع من ماينس 90 توصل عندك عند ليفل ماينس 65. عارف يالا؟ ماينس 65 اللي قدام حضرتك ده انا هضطر ان انا اعمل لك خط كده اهو اهو، جاست او مجرد ان معاليك وصلت عند ماينس 65، ماينس 65 ده يا ولدي العزيز بنسميها الفايرنج ليفل. بنسميها ايه؟ فايرنج ليفل. بص بقى معايا، الفايرنج ليفل عنده بتفتح كل الفولتج جيتد صوديوم تشانلز، ولما تفتح كل الفولتج جيتد صوديوم تشانلز تدخل عندك كميات مهوله من الصوديوم، فتخلي الدي بولاريزيشن سريع ولا بطيء؟ تخليه سريع جدا. فمن اول هنا، من اول ماينس 65 لحد الاخر فوق، دي بقول عليها ايه يا ابني؟ بقول عليها رابيد
ديبولاريزيشن. طيب ليه بقول عليها رابيد ديبولاريزيشن؟ علشان يا ولد العزيز جاست او مجرد انك وصلت للفايرنج ليفل بتفتح عندك كل قنوات الصوديوم، ولما تفتح كل قنوات الصوديوم كل الفولتج جيتد صوديوم تشانلز يفتحوا يدخلوا كميات كبيره جدا من الصوديوم جوه الخليه. الصوديوم يدخل جامد فيخلي الديبولاريزيشن سريع عندك. نقول تاني، عارف احب دايما اشبهها بايه؟ انا دايما بقول على الاكشن بوتنشال ده حريقه. حريقه ازاي يا دكتور؟ بدل ما هو حريقه في العصب حريقه في مصنع. تمام؟ تمام. في مصنع عندك حصلت فيه حريقه، وتخيل معايا اللي هيحصل الاتي. فوالله في شويه نار صغيرين كده ماشيين في الارض، وفي تانك بنزين موجود في اخر المكان هناك. النار دي طول ما هي ماشيه نار بسيطه. جاست او مجرد وصلت تانك البنزين بوم، المصنع هيتفجر. ده نفس اللي بيحصل في الاكشن بوتنشال، ان الاكشن بوتنشال في الاول الاستيمرس يؤدي يا دكتور الى كهرباء بسيطه. الكهرباء البسيطه دي بسبب فتح عدد قليل من الفولتج جيتد صوديوم تشانلز، فاقول عليها سلو دي بولاريزيشن. من اول كام لحد كام؟ من اول ماينس 90 لحد ماينس 65. ماله ماينس 65 ده؟ مهم جدا. ماينس 65 ده حاجه بسميها الفايرنج ليفل، ده يا ابني تانك البنزين. وانس او مجرد انك وصلت عند الفايرنج ليفل يلا اول فولتج جيتد صوديوم تشانلز ار اوبند، كل الفولتج جيتد صوديوم تشانلز بتفتح، تدخل عندك كميات مهوله من الصوديوم تعمل لحضرتك رابيد دي بولاريزيشن. تمام؟ تمام يا دكتور، ركز بقى معايا. طيب وانت طالع اثناء الرابيد دي بولاريزيشن، قال لك بص انت من ماينس 65 عمال تطلع تطلع تطلع، انت في السالب، هتوصل عندك الزيرو او الصفر صح؟ عارف يا ابني الزيرو او الصفر ده بقول عليه ايه؟ بسميه حبيب قلب الغالي ايزو بوتنشال. ايزو بوتنشال. طيب ليه يا دكتور بسميه ايزو بوتنشال؟ لان عند الصفر ده لا هو موجب ولا هو سالب، يعني كهربه الممبرين متساويه، الموجب بره يساوي الموجب جوه، يعني الموضوع ما فيش فرق في السالبيه ولا في فرق في الشحنات، فبسميها ايزو بوتنشال. طيب ثواني بس، استيل حتى الان الصوديوم عمال يدخل قدامك اهو، فانت الصوديوم عمال يدخل يدخل يدخل، يبقى يزود الموجب اكتر جوه، فتطلع فوق الصفر بقى. فوق الصفر في ايه؟ في موجب. موجب 10 20 30 35. عند الموجب 35 يا ولدي دي تمثل نهاية الديبولاريزيشن. ونهاية الديبولاريزيشن يا معالي الدكتور بقول عليها ان هو بيحصل فيها ريفرزال اوف بولاريتي. يعني ايه ريفرزال اوف بولاريتي؟ يعني بيحصل فيها انعكاس للاستقطاب. ما هي الاشاره دي يا ولدي تدل على الانر سايد اوف ذا ميمبرين. عند الموجب 35 يا ولدي العزيز جوه بيصبح موجب وبره بيصبح سالب، يعني انعكاس الاستقطاب تماما. لكن عند الماينس 90 عند الريست، الريست يلا بيكون بره موجب وجوه سالب. تمام؟ ده وضع الريست. طب انت في نهايه الدي بولاريزيشن يبقى الموجب عمال يدخل، موجب عمال يدخل، صوديوم عمال يدخل، صوديوم عمال يدخل، صوديوم عمال يدخل، يزود الموجب، يزود الموجب جوه، يزود الموجب جوه، لحد ما يوصل الموجب جوه لموجب 35. يبقى اثناء نهايه الدي بولاريزيشن بيحصل عندك اوفر شوت او ريفرزال اوف بولاريتي، انعكاس الاستقطاب، فبدل لما كان جوه سالب اصبح جوه موجب بمقدار 35 شحنه موجبه. شفت يا ابن العظمه؟ طب كلام جميل جدا. ده كده يا دكتور يا محترم اسمه ايه؟ ده كده يا حبيب قلبي الغالي اسمه الدي بولاريزيشن. طيب في معلومتين صغيرين عايز اقولهم لحضرتك. ايه هم يا دكتور؟ اعلى ليفل للاكشن بوتنشال هو مين؟ هو الموجب 35، ما ينفعش يزيد، مستحيل. ما بيعلاش عن موجب 35، وحط دي حلق، يعني بص في ودانك كده اوعى تنساه، حلق في ودانك. لو نسيت يلا ان الاكشن بوتنشال ما ينفعش يزيد عن موجب 35 همرجعك. اكشن بوتنشال ينفع يكون 36؟ ينفع يطلع عن كده؟ مستحيل. الامبليتيود او المقدار بتاع الاكشن بوتنشال ثابت لا يتغير. اذا ممكن احسبه يا ولدي من 90، من ماينس 90 لحد الصفر كام؟ من سالب 90 لحد الصفر يبقى 90، ومن صفر لحد يا دكتور موجب 35 يبقى 35. يبقى لو عايز احسب حاجه اسمها الامبليتيود، يعني المقدار اوف الاكشن بوتنشال، تقدر تقول لي يساوي كام؟ اقول لك يا ولدي من سالب 90 لحد الصفر يبقى 90،
تمام، زائد من الصفر لحد موجب 35 يبقى 35، يبقى 90 زائد 35 يساوي 125 ملي فولت، وهو ده الامبليتيود او المقدار بتاع الاكشن بوتنشال. تمام. طيب لو حب يرخم عليك شويه ويقول لك تقدر تقول لي السلو دي بولاريزيشن يمثل كام من الدي بولاريزيشن ككل، هتقول لي يا دكتور يا محترم من سالب 90 لحد سالب 65. سالب 90 لحد سالب 65 يبقى المسافة دي كده تمثل 25 ملي فولت، يبقى السلو دي بولاريزيشن يمثله 25 ملي فولت. يعني ما من سالب 90 اطلع فوق شوية يا دكتور يبقى سالب كام؟ 80. سالب كام؟ 70، كده 20. من 70 لسالب 65 كده 5، يبقى كام المقدار بتاعه؟ كام المقدار او الامبليتيود بتاع يا دكتور يا محترم السلو دي بولاريزيشن؟ يساوي 25 ملي فولت. تمام تمام يا دكتور، كده احنا خلصنا الدي بولاريزيشن الحمد لله رب العالمين. طيب بص يا دكتور، في نهاية الدي بولاريزيشن تقدر تقول لي يا حبيب قلبي الغالي ايه اللي بيحصل؟ اوي يا دكتور ممكن اقول لك طبعا في نهاية الدي بولاريزيشن رقم واحد لازم تمنع السبب الدي بولاريزيشن. هو يا دكتور مين سبب الدي بولاريزيشن؟ هو دخول الصوديوم. اقفل قنوات الصوديوم. ثواني بقى، الفولتج جيتد صوديوم تشانلز كانت بتقفل ازاي؟ كانت بتقفل يا ولدي بالانر جيت. فلما تيجي تبص كده يعني على الفولتج جيتد صوديوم تشانلز لونها اخضر قدامك دي، هتلاقيها قفلت بالبوابه اللي تحت اللي هي الان اكتيفيشن جيت او الانر جيت. شفت يا ابني عظمه الرسمه عامله ازاي؟ قسما بالله الرسومات دي مش هتلاقيها عند اي حد تاني، والكلام ده لازم تفهمه كويس قوي مني. الله يكرمك الله يكرمك. الاكشن بوتنشال اقسم بالله في ناس لحد ما تتخرج هتفضل تشتكي من الاكشن بوتنشال، وانت في سنه اولى تكون فاهمه اكتر مني. فركز معايا هلا كده وحس بقيمتك شويه. تمام. طب حلو، انا كده انتهى عندي الدي بولاريزيشن. انتهى ازاي؟ رقم واحد امنع سبب الدي بولاريزيشن، يبقى رقم واحد كلوز او هنقفل الفولتج جيت صوديوم تشانلز. بتقفل ازاي يا دكتور؟ بالانر جيت او الان اكتيفيشن جيت. طب رقم اثنين، هو اثناء الري بولاريزيشن، عايزك تفكرني يا ولد العزيز اثناء الري بولاريزيشن كان بيحصل ايه؟ الريبولاريزيشن يا دكتور كنت عايز ارجع تاني لحاله الاستقطاب او حاله البولاريزد ستيت، ودي كانت بتحصل بسبب خروج 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 بوتاسيوم. فالريبولاريزيشن كان يساوي عندنا من شويه خروج مين؟ خروج البوتاسيوم عن طريق قنوات اسمها ايه يلا؟ القنوات اسمها يا دكتور يا محترم اهي فولتج جيتد بوتاسيوم تشانلز. لما تفتح عندك الفولتج جيتد بوتاسيوم تشانلز تعمل ايه؟ تخرج عندك بوتاسيوم. البوتاسيوم عمال يخرج بره اهو، بوتاسيوم عمال يخرج بره الخليه او بره العصب، فيزود عندك الايه؟ يزود عندك الموجب بره. طب لما يزود الموجب بره مين يفضل عندك جوه؟ السالب. يبقى السالبيه جوه تزيد، ولو السالبيه جوه زادت الكيرف ينزل. ليه؟ لان الكيرف ده ما هو الا ممثل للانر سايد اوف ذا ميمبرين. هفضل افكرها لك كتير. تمام. البوتاسيوم بيخرج اهو، بوتاسيوم عمال يخرج، خروج البوتاسيوم هيزود عندك السالبيه جوه، السالب لو زاد جوه هينزل الكيرف ناحيه السالب، ما هو تحت سالب وفوق موجب. ليه؟ لان الاشارات دي كلها والكيرف ده كله ريليتد تو الانر سايد اوف ذا ميمبرين، متفق معاك من الحصه اللي فاتت وقلتها النهارده 20 مره. فالكيرف يبدا ينزل. وركز معايا هنا، لما جينا رسمنا بالجرافيك البوتاسيوم تشانلز عملنا لها بوابه واحده بس موجوده جوه. شفت يا ابن العظمه؟ البوتاسيوم يفضل يخرج 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 لحد ما تنزل تاني لحد الريست، لحد الماينس كام؟ لحد ما تنزل تاني لحد الريست اهو، لحد الماينس 90 ملي فولت. النزول ده كله بسميه ايه؟ نزول الكيرف كده بسميه ريبولاريزيشن بسبب خروج البوتاسيوم. تمام؟ تمام يا دكتور. هرجع دلوقتي واقول لك طب خلي بالك بقى يا حبيب قلبي الغالي ان كذلك الريبولاريزيشن بينقسم عندك لتو فيزز او لمرحلتين. اول فيز عندك بسميها الرابيد فيز، والرابيد فيز دي يا ولدي تمثل لحد هنا كده.
يعني كام في المية يا دكتور؟ يعني حوالي 70% وفي الريبولاريزيشن عبارة عن رابيد فيز. رابيد فيز يعني ايه؟ يعني البوتاسيوم بيخرج عندك بسرعة وبعنف يا ولدي، وينزل الكيرف بسرعة. طب حلو جدا. طيب المتبقي عندك كام؟ متبقي عندك يا دكتور 30% فقط من الريبولاريزيشن. 30% من الريبولاريزيشن يمثله عندك السلو فيز اوف ريبولاريزيشن، ودي يا دكتور من نهاية الرابيد فيز إلى عند وصولك للريستنج ميمبرين بوتنشال اللي هو ماينس 90 ملي فولت، وبكده يا ولدي تنتهي عندنا المحطة الثانية اللي اسمها ريبولاريزيشن. تمام. عندي سؤال لحضرتك، وانا بشرح في الفولتج جيتد بوتاسيوم تشانلز من شويه كنت بقول لك خلي بالك هي قناه سريعه ولا بطيئه، كنت بقول لك عندها بوابه موجوده فقط في الانر سايد اوف ذا ميمبرين، وده يا ولدي العزيز عيب بالنسبه لها، لان هو يخليها تقفل ببطء، تفتح بالراحه وحلها يلا لما تقفل، فبتاخد وقت عشان تفتح وبتاخد وقت علشان تقفل. يبقى القناه اللي اسمها فولتج جيتد بوتاسيوم تشانلز بتقفل بايه؟ بتقفل ببطء او سلولي. ايه ده يا دكتور؟ فنوصل عند الريستنج ميمبرين بوتنشال والفولتج جيتد بوتاسيوم تشانلز لسه ما قفلتش. طيب طالما لسه ما قفلتش هتفضل تخرج عندك بوتاسيوم. انا وصلت عند ريستنج ميمبرين بوتنشال، لكن ستيل حتى الان يا ولدي العزيز الفولتج جيتد بوتاسيوم تشانلز مفتوحه لانها قناه بطيئه سلو تشانل. ليه يا دكتور؟ عندها بوابه واحده فقط يا ولدي موجوده في الانر سايد اوف ذا ميمبرين، تفتح بالراحه وتقفل بالراحه. بالتالي وبالتبعيه يا صديقي العزيز البوتاسيوم يفضل يخرج عندك. ايه ده؟ يعني الموجب بيفضل يزيد بره اهو، الموجب يفضل يزيد بره اكتر واكتر، ما هو البوتاسيوم عمال يخرج بره حتى بعد ما وصلت الريستنج ميمبرين بوتنشال، حتى بعد ما وصلت الريستنج ميمبرين بوتنشال. طب خروج الموجب بره هيزود جوه السالبيه اكتر واكتر، ولو السالبيه زادت جوه فتلاقي الكيرف ده نزل عندك اكتر ناحيه مين؟ ناحيه السالب. يعني بدل يا دكتور ما العصب يرجع عند الريست ميمبرين بوتنشال اللي هو ماينس 90، ممكن يوصل عند حضرتك عند ماينس 100 120 130. ايه ده يا دكتور؟ يبقى انا كده بعمل حاجه اسمها زياده في الاستقطاب. زياده الاستقطاب اللي قدامك دي لها اسم، اي نعم يا ولدي، بسميها هايبر بولاريزيشن. يعني ايه كلمه هايبر بولاريزيشن؟ هتقول لي يا دكتور وصلت عند الريستنج ميمبرين بوتنشال ولكن قنوات الفولتج جيتد بوتاسيوم تشانلز لسه ما قفلتش، فتفضل تخرج بوتاسيوم اكتر واكتر، يزود عمليه الاستقطاب، يعني يزود الموجب بره وبالتبعيه يزود السالب جوه، ودي حاله اسمها زياده الاستقطاب او هايبر بولاريزيشن. الهايبر بولاريزيشن يا دكتور يا محترم مهم؟ اه مهم جدا. عارف ليه؟ لانه يلا كذا، يعني الكلام ده مش مكتوب عندك بس انا هفهمه لك. مهم لكذا حاجه. اول حاجه يا دكتور علشان بص في نهايه الاكشن بوتنشال اهو، في نهايه الاكشن بوتنشال، الاكشن بوتنشال خلص ماشي، مين موجود عندك بره؟ بوتاسيوم خرج كتير بره، يعني في بوتاسيوم خرج بره كتير. طيب كان في صوديوم دخل اثناء الديبولاريزيشن، يعني في صوديوم جوه. خلي بالك من حاجه، الصوديوم اصلا مكانه الحقيقي بره والبوتاسيوم مكانه جوه. انتوا يلا انت ايه اللي جابكوا هنا؟ كل واحد مش مكانه. عايزين ندخل بقى عمك البوتاسيوم ده ندخله جوه تاني والصوديوم نخرجه. دي مسؤوليه مين؟ حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب. مسؤوليه مين يلا؟ حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب اهو. يبقى وظيفه الهايبر بولاريزيشن هو بيتيح الوقت للصوديوم بوتاسيوم بامب تطلع 3 صوديوم وتدخل 2 بوتاسيوم. فهمت يلا؟ والعصب يريح شويه. طب كلام جميل جدا يا دكتور يا محترم. والله زينه، والله زينه يا دكتور، كلام مفهوم حتى الان. طيب بعد كده الحاجة اللي عايز أتكلم مع حضرتك عليها هي المدة بتاعة الأكشن بوتنشال دي قد إيه يعني؟ بص معايا. المدة بتاعة الأكشن بوتنشال يا ولد العزيز، قال لك عندك حاجة اسمها السبايك بوتنشال. يعني كلمة سبايك؟ قال لك الطلعة بتاعة الكيرف دي شبه الشوكة يلا، فسميناها سبايك بوتنشال، تمام؟
الطلعه دي اللي هو من اول هنا اللي هو الديبولاريزيشن فولود باي ريبولاريزيشن، الطلعه والنازله بس يا ولد العزيز تساوي 2 مللي سكند. طب حلو يا دكتور، عارف بقى الهايبر بولاريزيشن اللي هو من اول نهايه الديبولاريزيشن لحد ما ترجع تاني لوضع الريست، ما هو ده وضع الريست اهو. الهايبر بولاريزيشن ده يا ولدي ممكن يوصل عندك من 35 لحد 40 مللي سكند، انت متخيل؟ يعني الهايبر بولاريزيشن اللي هي الفتره اللي قدام اللي نازله لتحت تحت الريستنج ميمبرين بوتنشال دي بتستمر الوقت اطول من السبايك بوتنشال ذات نفسه، اطول من الدي بولاريزيشن والري بولاريزيشن. اي نعم يا ولدي، انت فاهم؟ طيب كلام جميل جدا يا دكتور. ده كده يا ولدي بالنسبه لمين؟ بالنسبه لاكشن بوتنشال. بعد نهايه الهايبر بولاريزيشن عادي جدا يا حبيب قلبي الغالي المنحنى بيطلع تاني لوضع الريست بفعل الصوديوم بوتاسيوم بامب. الصوديوم بوتاسيوم بامب بتعمل ايه بقى؟ تقوم مطلعه الصوديوم بره تاني مكانه الطبيعي ومدخله البوتاسيوم جوه، وترجع عندك يا ولدي العزيز المنحنى عند وضع الريست عند الريستنج ميمبرين بوتنشال. طب اسالك سؤال واستحلفك بالله تركز معايا، هو عندي وضع الريست في قنوات شغاله فولتج؟ لا، الفولتج جدا الصوديوم متشالز ما تشتغلش في الريست لان مفيش ستيمولس. طب تقدر تقول لي القناه الخضراء دي اسمها ايه؟ دي بوابتين، بوابه بره مقفوله وبوابه جوه مفتوحه. ده دي الفولتج جدا الصوديوم متشالز في وضع الريست اهو، من بره مقفوله من جوه ايه؟ مفتوحه. ده الفولتج جيتد صوديوم تشانلز اثناء الريست. طب الفولتج جيتد بوتاسيوم تشانلز اللي جنبها بقى مقفوله برضو من تحت اهو، تمام؟ يبقى ده شكل القنوات اثناء الريست بقى. دي انهي قنوات؟ القنوات اللي قدامك دي هي الفولتج جيتد، سواء يا دكتور صوديوم تشانلز اللي هي باللون الاخضر او بوتاسيوم تشانلز اللي هي باللون البنفسجي اللي قدامك ده. ادي يا عم الفيزز او الخطوات بتاعت مين؟ اول خطوات بتاعت الاكشن بوتنشال. والله ما فيها شيء، تعالى اعيد لك عليها تاني سريعا، معلش استحمل لي الاعاده دي يعني فيها اهميه ليك يعني. بص يا دكتور يا محترم، انا عايز اتكلم عن الفيزز او المراحل بتاعت الاكشن بوتنشال. هاجي اطبق استيمرس قدامك، الاستيمرس ده بياخد وقت لحد ما يظهر الاكشن بوتنشال، الوقت ده بسميه ليتنت بيريود. بعد كده بيبدا عندك يا دكتور هذا الاستيمرس كهربي، يفتح عندك قنوات بتفتح بالكهرباء فاسمها فولتج جيتد صوديوم تشانلز، لونها اخضر قدامك اهو، فتدخل جوه صوديوم، الصوديوم موجب بيدخل جوه صح؟ زياده الموجب جوه تطلع الكيرف لفوق، ليه؟ لان الكيرف ده يحدد الانر سايد اوف ذا ميمبرين، والصوديوم عمال يدخل جوه يعني الموجب بيزيد جوه، فالميمبرين يطلع يا دكتور او الكيرف يطلع ناحيه الموجب. طلوع الكيرف لفوق كده اسمها دي بولاريزيشن، وينقسم الى قسمين، سلو دي بولاريزيشن وده بيكون في البدايه من اول ماينس 90 لماينس 65، عدد قليل من القنوات بتاعت الفولتج جيتد صوديوم تشانلز بتفتح فتطلعك بالراحه كده. لكن وانس او مجرد وصلت عند الماينس 65 ده الفايرنج ليفل، بتحصل حريقه يلا. اول فولتج جيتد صوديوم تشانلز ار اوبند، كل قنوات الفولتج جيتد صوديوم تشانلز بتفتح تدخل كميات مهوله من الصوديوم، تعمل عندك رابيد دي بولاريزيشن لحد ما توصل عندك عند نهايه الدي بولاريزيشن عند الموجب 35 مللي فولت، وعندها يا ولدي موجب، الموجب اللي فوق دي تدل برضو على الانر سايد، اي اشاره عندك تدل على الانر سايد، يعني جوه اصبح موجب وبره اصبح سالب، فحصل ريفيرس زل اوف بولاريتي، انعكاس الاستقطاب، وخلص كده عندك الدي بولاريزيشن، تمام؟ طب حلو جدا يا دكتور. بعد كده عايزين بقى ايه؟ الاستيمرس خلص، عايزين نرجع تاني للريست. قال لك الرجوع للريست ده حوار شويه، ليه؟ رقم واحد اقفل عندك يا دكتور الفولتج جيت الصوديوم تشانلز. طب رقم اثنين هتفتح مين؟ هتفتح الفولتج جيت البوتاسيوم تشانلز، لان انا لسه قايل لك من شويه في الايونيك بيزس ان الري بولاريزيشن يساوي خروج بوتاسيوم. اثناء الريبولاريزيشن يا دكتور يخرج عندك البوتاسيوم بكميات حلوه جدا في الاول، يسمى رابيد ريبولاريزيشن، وفي الاخر يا دكتور اخر 30% يخرج عندك البوتاسيوم ببطء شويه فبنسميها سلو ريبولاريزيشن، لحد ما توصل عندك عند الريستنج ميمبرين بوتنشال ماينس 90 مللي فولت. ولكن عندك مشكله بسيطه، ان الفولتج جيتد بوتاسيوم تشانلز قنوات بطيئه بتفتح ببطء وبتقفل ببطء، بالتالي وبالتبعيه يا صديقي العزيز المحترم هذه المشكله
تؤدي الى هايبر بولاريزيشن، لان البوتاسيوم يفضل يخرج اكتر واكتر واكتر. خروج البوتاسيوم يزود الموجب بره، وبالتبعيه هيزود السالب جوه، فالكيرف ينزل عندك لتحت يا دكتور، يعدي الريستنج ميمبرين بوتنشال فيما يعرف بزياده في الاستقطاب او هايبر بولاريزيشن. بعد كده بياتي دور الصوديوم بوتاسيوم بامب، بتخرج الصوديوم بره وتدخل البوتاسيوم مكانه تاني، وترجع الحاجه لطبيعتها يا ولدي، ونرجع تاني لوضع الريست يا صديقي العزيز. وهو ده يا ابني الفيزز اوف اكشن بوتنشال. هو ده الاكشن بوتنشال يا دكتور؟ اه هو ده الاكشن بوتنشال. هو ده اللي مزعل الناس؟ اه هو ده اللي مزعل الناس. ولك ان تتخيل. يتبقى ليا بعض الحاجات البسيطه جدا في الاكشن بوتنشال، قربت اخلص ما تقلقش يعني، ونكون خلصنا الحصه، فركز معايا يا حبيبي. انا دلوقتي يا دكتور انا مش هقول ولا كلمه جديده، متبقي ليه حاجات جاست او مجرد تجميعات، يعني ما فيش ولا كلمه جديده لا تقرا باذن الله. بص يا دكتور، هنستكمل مع بعض بقى. اقلب الصفحات لو انت بتبص معايا في كتاب او المذكره. نكمل مع بعض الايونيك بيسز بتاع الاكشن بوتنشال. هسالك انا السؤال وانت تجاوب، تقدر تقول لي ايه وضع القنوات بتاعه الفولتج جيت الصوديوم تشانلز والفولتج جيت بوتاسيوم تشانلز اثناء وضع الريست؟ ما هو ده يا ابني يمثل عندك الريست، وده برضو يمثل عندك الريست، صح؟ هتقول لي والله يا دكتور اثناء الريست. بص بقى معايا، بالنسبه للفولتج جيت الصوديوم تشانلز بتكون مقفوله، وهي بتكون مقفوله ازاي؟ بالاوتر جيت والانر جيت مفتوحه، حلو. طب بالنسبه للفولتج جيت بوتاسيوم تشانلز اللي جنبها بتكون برضو مقفوله يا دكتور بالانر جيت بتاعتها، لان هي ما عندهاش غير الانر جيت. خلصنا؟ تمام. طيب وانس او مجرد ان حضرتك عملت ستيمولس هنا، ده يؤدي الى دي بولاريزيشن فولود باي ري بولاريزيشن، صح؟ تعالى نتكلم ايه اللي هيحصل رقم واحد اثناء يا دكتور الدي بولاريزيشن بالنسبه للايونيك بيزس. والكلام ده يا ابني انا براجع وبكرر تاني. بص معايا، بيقول لي سيادتك رقم واحد لما تدي ستيمولس هنا هيؤدي يا دكتور يا محترم الى فتح قنوات للصوديوم، هذه القنوات اسمها فولتج جيتد صوديوم تشانلز، تمام؟ في الاول يا دكتور من اول الماينس 90 لحد الماينس 65 هنا كده بيفتح عندك صم فولتج جيتد صوديوم تشانلز، يعني عدد قليل من الفولتج جيتد صوديوم تشانلز. طب الصوديوم بيتحرك ازاي؟ بص معايا، ادي الممبرين بتاع العصب اهو، صح؟ صح يا دكتور. المفروض في وضع الريست بره بيكون موجب وجوه بيكون سالب، والصوديوم اصلا اكتر بره، فبيقول لك الصوديوم لما يجي يدخل عن طريق الفولتج جيتد صوديوم تشانلز بيتحرك يا معالي الدكتور المحترم داون اتس الكترو كيميكال او الكترو كونسنتريشن جريدينت. عارف يعني ايه يا دكتور؟ بص 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 بص، ان الصوديوم بيتحرك داون او تباعا للالكترو concentration gradient. عارف يا ولدي ده معناه ايه؟ هو الصوديوم يحمل اشاره ايه؟ اشاره موجبه. طب في وضع الريست او انت عندك هنا كده جوه ايه؟ سالب 90 اهو، يعني السالب جوه، يعني جوه سالب، صح؟ يبقى يا دكتور السالب اللي جوه هيشد الصوديوم الموجب اللي بره، يبقى بيتحرك يا ولدي تبعا او تباعا للالكترو جريدينت اللي هو الشحنات او الكهرباء، جوه سالب هتشد الموجب، وكذلك الصوديوم بره كتير فيتحرك تبعا لفرق التركيز او الكونسنتريشن جريدينت. بالتبعيه يا ولدي هقول لسيادتك ان الصوديوم يدخل اثناء الديبولاريزيشن داون اتس الكترو كونسنتريشن جريدينت. تمام؟ تمام يا دكتور، حلو. طيب جاست او مجرد وصلت عندك عند ماينس 65، المكان ده بسميه الفايرنج ليفل. يعني ايه فايرنج ليفل؟ كل قنوات الفولتج جيتد صوديوم تشانلز بتفتح. اول الفولتج جيتد صوديوم تشانلز ار اوبند. لما تفتح عندك كل قنوات الصوديوم يا دكتور تدخل كميات مهوله من الصوديوم، يعمل عندك رابد ديبولاريزيشن، يطلع عندك يا حبيب قلب الغالي من الماينس 65 لحد موجب 35 فوق يا ولدي. تمام؟ تمام يا دكتور. لدرجه ان الحته اللي طالعه دي بنسميها شبه الشوكه، فبقول عليها ان ده يا ابني ممكن اسميه لي سبايك، انت فاهم؟ طب والكيرف اللي طلع ده ممكن اقول عليه اسندنج ليمب، يعني الليمب اللي طالع،
طالع لفوق، يعني دي بولاريزيشن. تمام تمام يا دكتور، عندي سؤال قد كده. فلنفرض مثلا يا دكتور ان الاستيمولس اللي انت اديته للعصب ده كان استيمولس ضعيف وما يقدرش يوصله لحد الفايرنج ليفل، هل هيحصل اكشن بوتنشال؟ قال لك لا، شرط لحدوث الاكشن بوتنشال ان الدي بولاريزيشن اللي قدامك ده يوصل الفايرنج ليفل. لو ما حصلش ان الدي بولاريزيشن وصل الفايرنج ليفل، ما فيش اكشن بوتنشال هيحصل. اكشن بوتنشال وونت اوكير، مش هيحصل يا معالي الدكتور انطل الا اذا وصلت عند الفايرنج ليفل، علشان تفتح عندك كل قنوات الفولتج جيتد صوديوم شانلز وتعمل لك الديب بولاريزيشن المحترم اللي يطلعك لحد الموجه ب 35 عند الريفرزال اوف بولاريتي. تمام تمام يا دكتور، نستكمل بعد ذلك. طيب بعد كده عند الموجه ب 35 فوق، يعني ريفرزال اوف بولاريتي، انتهى عندك الدي بولاريزيشن. رقم واحد، اقفل قنوات الصوديوم. يبقى هيحصل عندك يا ولدي ان اكتيفيشن، مش بس كده، رابت ان اكتيفيشن. عارف ليه القنوات بتقفل بسرعه؟ يا سلام، يلا على العظمه المكتوبه. الكتاب بتاعك كاتب رابت ان اكتيفيشن، كل كلمه هنا لازم تكون فاهمها معايا. رابت لان الفولتج جيتد صوديوم تشانلز ار رابت تشانلز، قنوات سريعه. وانا قايل لك كده من شويه ان ليها بوابتين، واحده فتحت تك، الثانيه تقفل بسرعه. اذا القفله بتاعت الفولتج جيتد صوديوم تشانلز هي رابت كلوجر، رابت ان اكتيفيشن بالانر جيت، او بسميها ان اكتيفيشن جيت. لما تقفل عندك يا دكتور يا محترم، يقف عندك او يحصل ستوب للدي بولاريزيشن. هذا الستوب اوف الدي بولاريزيشن يبدا عندك مرحله ثانيه اسمها ايه يا دكتور؟ المرحله الثانيه يا ولدي اللي هو الكيرف هينزل، بسميها الري بولاريزيشن. عايز اعيد الاستقطاب وانزل ثاني يا ولدي ناحيه الريست، تمام؟ عشان ارجع للبولاريزد ستيت اثناء الريست. ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ رقم واحد قلنا، رقم واحد اقفل سبب الدي بولاريزيشن، يبقى ان اكتيفيشن اوف الفولتج جيت الصوديوم تشانلز. ثم افتح مين؟ افتح يا دكتور يا محترم الفولتج جيت بوتاسيوم تشانلز. عشان مين يخرج عندك؟ يخرج عندك البوتاسيوم. خروج البوتاسيوم يعني ري بولاريزيشن. تمام تمام يا دكتور، الريبولاريزيشن ده يفضل يخرج 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 البوتاسيوم عشان يعمل لك ريبولاريزيشن. عايز ازيدك من الشعر بيت واصدمك صدمه عمرك دلوقتي، وهقول لسيادتك يا معالي الدكتور المحترم، انت عارف يالا الفولتج جيتد بوتاسيوم تشانل بتفتح فين؟ بتبدا تفتح يا ولدي اثناء الدي بولاريزيشن. يا لهوي يا دكتور انت بتقول ايه؟ الفولتج جيتد بوتاسيوم تشانل المسؤول عن الريبولاريزيشن بتبدا تفتح مع قنوات الصوديوم اثناء الدي بولاريزيشن. ده اللي انا عايز اقوله لك. طيب ليه يا دكتور؟ ربنا خلاها تعمل كده لانها يا ولدي العزيز قنوات بطيئه، بتفتح بالراحه وبتقفل بالراحه، فبتاخد وقت يلا لحد ما تكون فول اكتيفيتد، بتاخد وقت لحد ما تفتح بالكامل. فربنا من عظمته سبحانه وتعالى خلى الفولتج جيتد بوتاسيوم تشانل اللي هي سلو تشانل، قناه يا ولدي بتفتح بالراحه وتقفل بالراحه، خلاها تبدا تفتح بدري اثناء الدي بولاريزيشن، علشان لما تكون حضرتك وصلت لنهايه الدي بولاريزيشن وعايز تبدا في الري بولاريزيشن، تلاقي كل القنوات بتاعت الفولتج جيتد تلاقي كل القنوات بتاعت الفولتج جيتد بوتاسيوم تشانلز جاهزه ومفتوحه، وتبدا تخرج عندك البوتاسيوم، والبوتاسيوم يعمل عندك ايه؟ يعمل عندك ريبولاريزيشن يا ولدي. تمام؟ طب حلو جدا. الريبولاريزيشن ده يا دكتور يفضل نازل نازل نازل، الف مبروك وصلت عند الماينس 90 اللي هو الريستنج من برين بوتنشال. هل يالا هتقفل القنوات؟ لا، زي ما فتحت بالراحه بتقفل ببطء كمان، تفضل مفتوحه، فتفضل يا دكتور تخرج عندك بوتاسيوم اكتر واكتر، تخرج بوتاسيوم اكتر واكتر، فتخلي يا ولدي العزيز الممبرين بتاعك ينزل لتحت. طب الممبرين لما بينزل لتحت بينزل لحاله اسمها ايه؟ الحاله اللي تحت دي يا ولدي بسميها هايبر بولاريزيشن. يعني ايه كلمه هايبر بولاريزيشن؟ زياده في الاستقطاب.
بتاع الممبرين بسبب خروج المزيد من البوتاسيوم، فالموجب يفضل يزيد بره والسالب يفضل يزيد جوه اكتر واكتر، والسالبية كل لما بتزيد جوه تخلي يا دكتور يا محترم الكيرف ينزل عندك ناحية السالب، لان طول ما انت بتنزل لتحت انت نازل ناحية السالب. طيب ربنا يا دكتور يا محترم عمل عندنا المرحلة بتاعة الهايبر بولاريزيشن ليه؟ قال لك علشان نستفيد منها ونعمل ري استابليشمنت لتركيزات الصوديوم والبوتاسيوم. ليه يا دكتور؟ قال لك يلا هو اصلا في نهاية الاكشن بوتنشيال عندك مشكلة، عارف ايه هي؟ ان انت الاكشن بوتنشيال ادى الى دخول مين؟ ادى الى دخول الصوديوم جوه عشان يعمل عندك ديبولاريزيشن، والصوديوم جوه اهو جوه، بس خلي بالك من حاجه، جوه ده مش مكانه، تمام؟ طب اثناء الاكشن بوتنشال برضو ادى ذلك الى خروج بوتاسيوم بره، يعني البوتاسيوم موجود عندك بره اهو بره الممبرين صح، وبره ده مش مكان البوتاسيوم، انت فاهم؟ ربنا يخلي مين بقى تبدأ تشتغل يا ولدي، تشتغل عندك بامب، البامب دي اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب، من عظمة ربنا الصوديوم بوتاسيوم بامب دي يا ولدي اهي، دي بامب تعمل ايه؟ تاخد البوتاسيوم ده تقوم مخرجاه لبره، وتاخد الصوديوم ده تقوم مدخلاه لجوه مكانه تاني، بتخرج ثلاثة، بتخرج ثلاثة صوديوم وتدخل اتنين بوتاسيوم علشان ترجع لك ايه يا دكتور؟ علشان ترجع لك الممبرين بتاعك تاني لحالة الريست، والف مبروك كده انت نهيت الاكشن بوتنشال بكل الفيزز بتاعته فهم عميق كما يجب ان يكون. وده يا ابني الاكشن بوتنشال اللي عامل مشكلة لخلق الله كلهم. ليس في الامكان يا ولدي اكثر من مكان والله. كده يا ابني انا خلصت الاكشن بوتنشال، يعني شرحته بطريقه تخليني كده بعد ما خلصت الحصه مرضي نفسيا عن اللي انا عملته. فاتمنى من المولى عز وجل ان حضرتك تكون فهمت مني الموضوع ده كويس جدا، واتمنى من ان اي حد هيشوف الفيديو ده يدعي لي دعوه خير. شكرا جزيلا لكم جميعا يا حبايب، نلقاكم قريبا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.